أحبتي عندنا استعداد نشكو لبعضنا ساعات، لكن في جفاء بيننا وبين الله عز وجل، في جفاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. لو بدل من أن نشكو للبشر ساعة فرشت سجادتك وصليت 10 دقائق وقلت يا قريب يا رب اللهم اجعل لي من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ابن عباس سافر، لا اتصالات ولا جوالات ولا يستطيع أن يطمئن على أهله، وعنده بنية تساوي عندها الدنيا وما فيها. رجع بعد سفره متجه إلى بيته، أول ما دخل إذ بذاك الرجل يفاجئه: ابن عباس عظم الله أجرك في ابنته. شوف الصدمة وانظر إلى الفاجئة، من جربها يعرفها. نزل من دابته وأخذ بخطام ناقته وربطها في نخلة، ثم أخذ وضوء ثم توضأ وقال الله أكبر. لما انتهى من صلاته جاءه الناس: يا ابن عباس يأتيك الخبر بموت ابنتك، ما سألت، ما ذهبت البيت تنظر ما الخبر، كيف ماتت؟ مباشرة صليت؟ اسمع الإجابة، قال: قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. نعم، إلا على الخاشعين اللي ذاقوا طعمها. اللهم إنا نسألك الفضل. فقال لهم الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، وأنا صبرت وصليت وأحس أني مرتاح. ماذا تظن قال في سجوده؟ الله أعلم. وأنا وإياك تأتينا الأخبار، كم مرة حينما داهمتنا المصائب والأخبار التي هزت أفئدتنا قمنا نصلي ركعتين ونقول لله ما نحس به، ونسأل الله أن يربط على قلوبنا. من يفعل هذا والله ينجو. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذا كان الله معك فأين مصائبك؟